دوره مع منتخب مصر، وكيف هو او كيف هي العلاقه ما بين مستر فيتوريا ومحمد صلاح كقائد وكابتن للمنتخب وكرمز ونجم كبير في مصر؟ علاقتي بصلاح تعتبر جيده جدا. تعامل محترم وله كل التقدير من الجانبين، ولكن صلاح من العناصر الأساسية في فريق مثل في فريق منتخب مصر، مثل دور ميسي مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال، ولكن وجود صلاح معنا يعطي إلحاح أو مطالبة للاعبين حوله أن يكونوا دائما على مستوى صلاح. كذلك مع أن اللاعب صلاح له كذلك التعامل مع اللاعبين وتحرك مع اللاعبين بشكل جيد جدا، فهو ليس لاعب رائع جدا من أجل أن يسجل الأهداف ولاعب مركزي. وأنا أسعد دائما بوجود كابتن الفريق مثل محمد صلاح، لأن هو اللاعب الدائم الذي يتحدث للآخرين، ليس هو اللاعب الذي ينظر لنفسه فقط ولكن ينظر للفريق. ونحن كذلك مع مرور الوقت تعرفنا على بعض بشكل أفضل، وكذلك استطعنا أن نرى أن تحركات اللاعب مع في بعض المباريات سوف نحتاجها بشكل معين من أجله، ودور اللاعب سوف يكون حتمي من أجل أن ينهي اللعبة بشكل معين، أو في بعض الأوقات نحاول أن يكون في عدم إرهاق للاعب من أجل أن يكون جاهز في اللحظات المناسبة أن يحرز الأهداف، كما حدث في مباراة جيبوتي. في مباراة جيبوتي كنت أتابع اللقاء من الاستاد، شعرت أنه أنت عندك رغبة أنك تريح محمد صلاح، ولكنك في نفس الوقت عايز تسيبه يستمتع في المباراة بما أنه بيسجل أهداف وهو مبسوط. هل ما وصلني كان حقيقي انك كنت عايز تريحه لمباراة سيراليون، ولما شعرت ان صلاح فرحان بيسجل في مزاج عالي تركته في أرضية الملعب؟ صحيح أننا في بعض الأوقات بنحاول نسعى إلى 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 إراحة بعض اللاعبين، ولكن المباراة كان الريتم فيها ليس هو الريتم القوي جدا، فكان هو يظهر في لقطات بعض المساحات وبعض الأوقات، فمثل هذا الهدف بعد أكثر من 30 باص للكرة ظهر اللاعب في آخر لمسة ومنها سجل الهدف، فهو اللاعب الذي يؤدي دائما من كل مع فريقه كل 3 أيام ويستشفى بشكل جيد جدا، ويستطيع أن يؤدي المباراة من يوم إلى يوم كل 3 أيام. ومن أجل ذلك تركت اللاعب في المباراة، كأنه سجل 3 أهداف وكان حضوره مهم جدا. أنت أعدت الثقة لمحمد النني عندما بدأت به مباراة زامبيا ومن بعده في مباراة الجزائر وهو لم يكن يلعب على الإطلاق. نحن نتابع جيدا ونعلم أن هذه أفكار مستر روي فيتوريا. ما فيش وقت من الأوقات قلقت أنك تعمل ده، أنك تدفع بالنني وهو لاعب بقاله فترة كبيرة لا يشارك بسبب الإصابات وسبب الابتعاد مع أرسنال؟ نحن دائما نتابع اللاعبين ونراقب اللاعبين من بعد، أراقب التمارين الذي يؤديها، فالتمارين هناك تعتبر تمارين قوية، وهو كذلك في التمارين كان يؤدي دائما إجابة قوية متناسبة مع مستوى التمرين. ومباراة زامبيا اللاعب شارك فيها لمدة
60 دقيقة بدون أن أخطأ في التوقيت تقريبا 60 دقيقة، وحاولنا أن نوزن الموقف مع النني من أجل أن يؤدي 60 دقيقة ويتم إراحته بعد المباراة. ولكن في مباراة الجزائر حدث ما حدث، أنه لعبنا بنقص عددي وأنني أدى مباراة على مستوى عالي جدا بدنيا. كنا حتى من بعد المباراة ذكرت اللاعب أننا نجهزك من أجل أن تستطيع المشاركة مع الأرسنال، وأنا أحبه جيدا وأنا أحب جميع لاعبيني وأقدرهم جدا. أقدر جدا اللاعب أنني لأنه لاعب يفهم جيدا المباراة، فهو مستقبلا يجب أن نسعى للاعب الذي يتفهم المباراة، ليس اللاعب الذي يفعل دائما ماذا أقوله، ولكن اللاعب الذي يستطيع أن يؤدي ما أقوله مع مجريات المباراة، ليس اللاعب الذي هو الذي منطوي داخل جدار معين أو داخل دور معين ويؤديه فقط، ولكن هو النني هو من اللاعبين الذي يستطيع أن يؤدي في المباراة طبقا معطيات المباراة.